ولازلنا في ذكر المستضعفين من المسلمين. قال المصنف رحمة الله عليه: وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه، منهم بلال، فإنه عذب في الله أشد العذاب. بلال رضي الله تعالى عنه كان عبدا حبشيا، وكان مملوكا لأمية ابن خلف الجمحي، ولما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عادته قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأبو بكر رضي الله عنه حماه الله بقومه من بني تيم. أما المستضعفين من المؤمنين أمثال بلال ما وجدوا من يحميهم فعذبوا. بلال كان يجر في بطحاء مكة، يجر بالأرض وتوضع على صدره الحجارة ويعذب أشد العذاب، وكان صابرا. فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعتقه في سبيل الله. وبلال كان له المنزل الرفيع في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني سمعت دفن عليك معي في الجنة. قال لي: سمعت صوت نعلينك في الجنة، فأخبرني بأرجى أعمالك يا بلال، بتعمل شنو انت لحد ما وصلت مرحلة انك تخش الجنة وفي الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، والله ما صليت ركعة، ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما شاء الله لي أن أصلي. يعني كل ما يتوضأ كان بيصلي شنو؟ ركعتين. فبلال رضي الله تعالى عنه كان له المنزلة الرفيعة في الجهاد، وهو من قتل أمية ابن خلف، كان اللي بيعذبه وكان سيده. فلما لقي أمية مع الأسرى في يوم بدر، وكان أسيرا لعبد الرحمن بن عوف، أسر عبد الرحمن بن عوف، فأكب عليه بلال، قال: والله ما نجوت إن نجا، بقتل بقتل. عبد الرحمن بن عوف بيقول لهم أسيري، لأن أمية من سادات قريش، وبعدين الأسير بيفدى ويفدى بمال كثير جدا. فصار يصيح: أسيري أسيري. فأكب عليه بلال حتى قتله. كما قتله ما زح منه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال: ومنهم عامر ابن فهيرة. وعامر ابن فهيرة مولى لأبي بكر الصديق، أعتق برضه، وكان معه وكان في خدمته، وكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في الهجرة، اللي كان بيساعدهم ويجيب لهم الطعام وكذا في الهجرة هو عامر ابن فهيرة، وأيضا هو من المماليك. قال: وجارية لبني عدي، كان عمر يعذبه على الإسلام. عمر طبعا من بني عدي رضي الله عنه، وكان الوقت ذاك مشرك، وكان بيعذب الجارية دي، فاشتراها أبو بكر الصديق واعتقها. فقال أبو قحافة، وأبو قحافة هو أبوه، هو أبوه، لأنه أصلا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان، عثمان ده هو أبو قحافة أبوه، وأبوه كان مسلما.
وأبو بكر الصديق من الصحابة الذين أسلم أبواهما، أسلم أبوه وأمه الاثنين. طيب، فقال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا. الناس اللي بتشتريهم، طبعا أبو بكر الصديق كان عنده مال، كان تاجرا كبيرا وعنده مال كثير. أبوه قال له: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. أمشي أعتق الناس القويين عشان يمنعوك وتستفيد منهم، ده رأي أبوه. فقال: إني أريد ما أريد. وكان بلال كلما اشتد به العذاب يقول: أحد أحد. يا إخواننا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عنده فهم عجيب، وفي هذا قال أهل العلم مسألة نفيسة من مسائل الإخلاص في الدين. أبو بكر الصديق بيعتق ناس ضعاف، لا حول له ولا قوة، ولا عندهم قوة يحموه، ولا عندهم مال، ولا عندهم عشائر. طيب، فهموا شنو؟ فهموا إنه يعمل عمل لله ليس له من ورائه مكسب. يعني لما أنت تحسن لك لزول فقير أهل ما عنده، أنت بتكون داير من وراه شنو؟ ولي حاجة. عشان كده ربنا قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ودي يا اخواننا ميزة أن تنفق على من لا يستطيع السداد. عشان كده ربنا قال: ولا تمنن تستكثر. ده لما تمشي أنت تنفق على زول مليان قروش عشان داير يرجع لك بعد ده، أنت تديه جنيه عشان يديك 10، لا، ده ما في سبيل الله. شوفوا أبو بكر الصديق يحسن لناس ما عندهم حاجة. طيب،